بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن هجوم سرقة الحسابات عن طريق الفيك اكسس بوينت، انك هتعمل اكسس بوينت وهمي ومن خلاله تقدر تخرج الناس الانترنت وتسنف الترافيك بتاعهم. تعال نشوف الفكرة. فكرة ان هيبقى عندي قلق البي سي بتاعي واصل على اللان بكارت لان عادي جدا، ده اللي واصل على السويتش اهو وطالع على الانترنت، ومن الناحيه التانيه هركب هنا كارت واير وكارت وايرلس عادي خالص، وهيظهر للناس ان كارت انترنت كاكسس بوينت عاديه مفتوحه، ممكن اي حد يكونكت ويطلع انترنت، ونشوف ازاي هنقدر نطلع انترنت. تمام، هنا هنستخدم توزيع اسمها الواي فاي سلاكس، من خلالها هنقدر نشغل اداه الاير اس اس ال، اللي من خلالها نقدر ان احنا نعمل كارت النتورك ده كاكسس بوينت ونحدد اسمها. طبعا هتكون اكسس بوينت مفتوحه لاي حد، وازاي التول هتقدر تراوت الترافيك من الشبكه دي وتطلعهم فعلا انترنت، وتقدر تسنف على كل الترافيك بتاعهم، وبالتالي ممكن تسرق حسابات الناس دي. طيب اتى الفيرتشوال ماشين كارت، طبعا هشغل طبعا توزيع اللايف اتى ستونت الواي فاي سلاكس، وهنا كارت النتورك الاساسي بتاعه هعمله كبريدجد، وهنا طبعا يو اس بي كنترول عشان اوصل عليه الكارت اليو اس بي العادي. طيب نستارت الماشين، طبعا هشغلها لايف زي ما قلنا. خلي اللغة انجلش يا اسبانيش، انتر. الأول أتأكد إنه قاري كارتين الشبكة كويس، والإنترفيس واصل بالإنترنت، الإنترفيس الفيزيكال واصل بالإنترنت اللي هو الوايرد مش الوايرلس، وأتأكد إنه شايف الإنترفيس التاني اللي هو الوايرلس لان زيرو اللي هو كارت اليو اس بي زي ما قلنا، لازم كارت يو اس بي. هنا طبعا عندي على جهازي أنا زي ما أنت شايف هنا جهازي هنا اهو، مش شايف الا الاكسس بوينت بتاعتي انا والاكسس اللي حواليا دي بتاعتي انا. طيب تعال نشوف هنا في التوزيع دي، الاول نفتح الكونسول كده نشوف الانترفيسز. طيب اي في كونفيج عندي انا الانترفيس الوايرلس اللي هو الايثرنت اهو سنة زيرو، ده طالع بواخد اي بي، وده الوايرلس لان. طيب نتست كده الانترنت بينج مثلا على جوجل، تمام طارق انترنت عن طريق جوجل عن طريق الكارت الوايرد اهو. طيب نروح بقى كده على التول دي، موجوده فين؟ في الواي فاي سلاكس، موجوده في النيتورك تولز الاير اس اس ال. انه انترفيس خارج انترنت، انه جيت واي بتاعك اللي هو ده، دوس انتر او تكتبه تاني دوس انتر. الانترفيس اللي خرج انترنت هو فعلا انترفيس اسمه زيرو، لو واحد تاني ممكن تغيره، ممكن تدوس انتر عشان يعتبره اسمه زيرو. انه انترفيس هيستخدم في الفيك اكسس بوينت، طبعا هو الوايرلس لان اللي هو رقم 2، هنكتب له رقم 2 بشكل دبليو ان زيرو. اسم الانترنت او اسم الاس اس اي دي او اسم الشبكه ده هيكون ايه؟ ممكن اقول له مثلا خليه حاجه يعني حاجه مغريه كده، فري نت مثلا او فري انترنت، فري نت مثلا، انتر. هنا هختار رقم 2 عشان ما اخلوش الست كونفيجريشن، خليه يعتمد على الكونفيجريشن اللي عملتها، نفس الاسم اس اس اي دي ما يختارش واحد تاني. نو اختار رقم 2، يبدأ هنا يستارت الفيك اكسس بوينت. المفروض عندي هنا كمان شويه يبدأ جهازي انا يشوف ان هو في، طبعا هنا برضه بيشغل خدمه دي اتش سي بي زي ما قلت لك، بيشغل دي اتش سي بي يوزع اي بيهات على الناس دي ويطلعهم انترنت. فتعالى هنا على جهازي هنا المفروض ان انا اشوف كده، لو جيت اشوف الاكسس بوينت هلاقي فيه ريفرش كده، تلاقي فيه فري نت ظهرت معايا اهي، وزي ما انت شايف فيه انسكيورد يعني ممكن اكونكت عليها فري عادي، دبل كليك عليها كده. طبعا هنا كارت الشبكه عندي مش واخد اي اي بيهات، مش واصل اصلا. تعالى كده نوصله من الفري نت ده، دبل كليك عليها ايدنتيفاينج ورابط عادي خالص. هنا برضو على الجهاز المفروض يحسسني ان في حد بدا ياخد في ماك ادرس اهو، ده دي اتش سي بي، اداله اي بي 20، اداله جيت واي واحد، اداله الدي ان اس واحد، واسم الشبكه فري نت. تعالى كده نتاكد على جهازي ستيتس
ديتيلز هتلاقي زي ما انت شايف واخد اي بي 20، وده الجيت واي بتاعه اللي هو مين، اللي هو اللي اتعمل هنا كتم انترفيس هنا على الايه، على الفيرشوال ماشين دي. لو شفنا كده الاعدادات، شوف اي في كونفيج تاني. هتلاقي عندك اهو اي تي زيرو، فين اي تي زيرو؟ اهو واخد كام؟ واخد 10.0.0.1. وبالتالي فعلا الجهاز ده هيكون واصل انترنت، جهازي انا هيكون واصل انترنت من خلال ايه، من خلال الجهاز ده. طبعا هنا عندك التولز اشتغل اوتوماتيك، عندك الايتركاب، وعندك تولز تانية اشتغلت اهي عشان تبدا تسنف على ترافيك اليوزر. ومن هنا تقدر تسنف على اي اكونتات اليوزر ده بيستخدمها، حتى لو ممكن تستخدم تولز تانية زي الاس ال ستريب للترافيك المشفر، او عندك الدي ان اس كاش بويزنج، تتعامل معاه معامله عاديه جدا، ممكن تسنف الترافيك بتاعه بمنتهى السهوله. الفيديو ده عشان اقول لك ما تثقش في اي اكسس بوينت تكون حد بيقول لك انترنت مجاني او كل ده كلام فارغ، عشان ايه؟ يسنف الترافيك بتاعك او ياخد الاكونتات بتاعتك. تمام، لو شفت حاجه زي كده افتح وخش وحمل بس الحاجات اللي انت عاوزها خاصه، لكن ما تفتحش اي حسابات عليها. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.